الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية تراسيلة، حيث انطلق شوطنا التاسع من العمر 15 حتى 20 هنا على البركة. نسير هنا بهذا الانطلاق بهذا المسار في هذه الأمسية التراثية هنا في هنا جائزة زايد الكبرى عاصمة الميادين. ترحب بهذا الحضور الجميل والمميز. أسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، هذا هو شاهين ناصر بن محمد بن راشد بن عصيان المنصوري من يتقدم على البداية. النقلة إلى المركز الثاني، الوصول من هتاش الذي خذ المركز الثاني، صقر بن صالح الكربي، بينما المركز الثالث القادم الله 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 على هذا الحضور الواصل على المركز الثالث والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام القادم هنا ايضا شعار سعيد بن محمد بن سالم بن نصيب العفارياتي في هذا الانطلاق. المركز الرابع هنا القادم والمتقدم في هذه اللحظات، هناك ايضا السيد محمد بن عبد الله بن ناصر بن صالح الهاشمي. المركز السادس القادم هنا العاصوف، وصلكم هنا سالم بن محمد بن خميس المنصوري، ولكن هذا هو سكر، وصل سكر حامل رقم 26 عبد الله بن احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. الله نعود الى المقدمه، نعود ما ان شاء الله على هذا الركوب المميز، ركوب الجميل هنا من ابناء الامارات، ابناء الامارات، وليس بمستغرب على هذا الركوب. هناك عود الى المقدمه، لنا عوده الى الصداره، هناك هتاش هتاش هتاش، راح الكربي راح الى المقدمة الى الصدارة الاولى. هنا صقر بن صالح الكربي يقدم هتاش على ظهر هتاش على البداية، ولكن الله 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 هذا هو سكر، خذ المركز الثاني عبد الله بن احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام القادم هنا، هناك الصيرمي، ولكن اعود الى المقدمة عودة إلى الصدارة ما بين سكر وهتاش، ما بين هتاش وسكر، ولكن هنا سكر 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 على المقدمة وهتاش هتاش هتاش ما شاء الله يا سلام، صلوا على النبي ما شاء الله على هذا العرض الجميل والأداء المميز هنا. الله الله الله، سكر قادم سكر قادم، هتاش صامد هتاش صامد، هتاش هتاش على المقدمة الأولى. هناك صقر بن صالح بن مناح الكربي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب هتاش اللي احتل المركز الثاني. هناك أيضا المركز الثاني هنا مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب، هناك أيضا سكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي، والمركز الثالث كان من نصيب وتحديات وإثارة مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب، هنا أيضا تحدي وإثارة. هناك أيضا من الزناتي سعيد بن محمد بن سالم بن نصيب العفاري، واللي احتل المركز الرابع كان من نصيب هناك شاهين ناصر بن محمد بن راشد بن عصيان المنصوري، والمركز الخامس هنا أيضا لحظات وصول وتحدي مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو شاهين صقر بن محمد بن علي بن محمد. هنا ايضا هكذا النتيجه، نعود الى المقدمه، نعود الى التوقيت الزمني 3 دقائق 11 ثانيه، 8 اجزاء من الثانيه، كان من نصيب هتاش. مشكور يا ابو صالح صقر بن صالح الكربي المركز الثاني، كان من نصيب سكر عبد الله بن احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي بتوقيت زمني هنا 3 دقائق 11 ثانيه، 8 اجزاء من الثانيه او 9 اجزاء من الثانيه عفوا. هنا صاحب المركز الثاني، بينما المركز الثالث كان من نصيب وتحديات الزناتي سعيد بن محمد بن سالم بن نصيب العفاري، توقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 3 دقائق 14 ثانية و6 أجزاء من الثانية، فتهانينا والناموس هنا على هذا الفوز الجميل هنا والتحديات المثيرة دائما في عاصمة الميادين. Yeah.
تسقى الواد بعد دوم المخايل شهر تاخذ فوقها وعشرين.